صباح الخير يا حبايبي. النهاردة هنتكلم عن مشكلة مهمة جدا بتواجه ناس كتير جدا جدا، وهي رائحة الفم الكريهة. النهاردة هنتكلم عن الموضوع دوت باستفاضة. ياريت تتابعوا معايا الفيديو من أوله عشان تعرفوا هنستعمل ايه وايه الحاجات المهمة اللي هنستعملها عشان نقضي على رائحة الفم الكريهة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك كتير 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 واشتراك في القناة وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتابعوا معايا الفيديو حبايبي، ان شاء الله هتستفيد منه كلكم ان شاء الله. صباح الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. معكم يوميات شيري. النهاردة هنتكلم مع بعض عن مشكلة يا جماعة مهمة جدا جدا بتواجه الأسرة المصرية، وهي رائحة الفم الكريهة. في ناس كتير قوي سألوني قالوا لي يا شيري نعمل ايه في موضوع رائحة الفم دوت، صعبة جدا احنا بنواجهها وتعبانين منها وفي مشاكل جامدة قوي قوي بتحصل بسبب الموضوع دوت. انا بنصحك يا جماعة ان احنا نهتم باسناننا كويس جدا، لازم ندعك سناننا على الاقل مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، ويفضل كمان بعد الغداء، ده اهم حاجة. نهتم باسناننا جدا زي ما بنهتم بضوافرنا وزي ما بنهتم بايدينا وزي ما بنهتم بشعرنا ونروح لكوافير وبنهتم بحاجات يعني مش اساسيه زي الاسنان دي، عليها مشكله كبيره جدا جدا. في ناس كتير قوي انفصلوا من بعض، ازواج وزوجات انفصلوا بسبب رائحه الفم الكريهه، كتير قوي قوي بتواجهنا، وكتير قوي قوي ما بنكون مثلا ماشيين في الشارع او راكبين مواصلات بنواجه رائحه الفم الكريهه دي بطريقه بشعه جدا، بتشمي روائح بشعه جدا طول ما انت ماشيه او راكبه مواصلات. فيا ريت يا جماعه نهتم بالاسنان كاننا بنهتم بالظبط بعضو من اعضاء الجسم بالظبط، زي شعرنا زي جسمنا زي بشرتنا زي ايدينا زي ضوافرنا، نهتم جدا جدا يا جماعه باسناننا. اهم حاجه يا جماعه في الموضوع كله ان احنا نواظب على ان احنا ندعك سناننا باي نوع معجون انت بتفضليه. انا بستعمل سيجنال او كولجيت او سنسوداين، برضو تحفه جدا للاسنان الحساسه او اللثه الحساسه، حلو جدا جدا. كمان لازم تكون الفرشه انت بتستعمليها تكون سوفت، تكون ناعمه ما تكونش خشنه علشان ما تسببش التهاب للثه والتهاب للاسنان. بتستعملي اهم حاجه معجون الاسنان دوت مرتين على الاقل في اليوم علشان تقضي على رائحه الفم الكريهه خالص. في حاجه تانية بنستعملها الايفا سموكرز، دي حلوه جدا جدا. في منها انواع، في منها بالقرنفل، في منها بالمسواك، وفي منها نوع تاني برضو بس انا مش فاكراه بالظبط، بس انا بحب قوي النوع ده، جميل جدا جدا، بيخلي ريحه الاسنان جميله جدا جدا. وفي برضو دوت ده برضو حلو جدا، بيقتل البكتيريا اللي في الاسنان وبيخلي ريحه الفم جميله وبيخليكي واثقه من نفسك، بيخليكي واثقه من نفسك جدا وبيخليكي واثقه جدا جدا في اي مكان قاعده فيه، واثقه ان انت مفيش اي مشكله عندك خالص. وفي برضو عندنا المسواك دوت يا جماعه مهم جدا، ان انت الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا نستعمله قبل كل صلاه، برضو مهم جدا طبعا، بيقتل البكتيريا وبيخلي ريحه الفم عطره جدا. عندنا حاجات كتيره جدا، عندنا كمان القرنفل. القرنفل ده يا جماعه لو استعملتيه بالليل قبل النوم تاخدي حبايتين كده تحت سنانك او تحت، يعني تستعمليهم في بقك كده تحطيهم، بيعطروا الفم جدا طول الليل. ده غير ان انا ممكن الصبح اول ما تصحي من النوم برضو تاخدي اتنين، يعني اتنين بالليل قبل ما تنامي واتنين قبل ما تصحي. ويفضل يا جماعه ان احنا قبل ما ننام ما ناكلش حاجه فيها توم، ما ناكلش حاجه فيها بصل، علشان ده بيأثر على رائحه الفم مده كبيره، بتفضلي طول الليل رائحه الفمك مش حلوه، وبتصحي الصبح برضو تروحي الشغل بتعاني معاناه مش حلوه. فيعني يفضل ان انت ما تاكليش حاجه فيها توم بالليل او بصل. الاستعمال بقى ازاي هنشوف مع بعض. هناخد مثلا قطعه من معجون الاسنان اهو كده، ماشي اهو، خلاص اهي زي ما احنا شايفين القطعه اللي انت بتفضليها، اكتر من كده او اقل براحتك زي ما انت عايزه، ماشي. وهناخد البودر ايفا سموكر اهو، بص عباره عن بودر، بتاخدي منه اهي كده طرطوفه كده بالفرشه بتاعتك اهي، ماشي، وبتدعكي بقى اسنانك من كل اتجاه اهي. يفضل تعملي كده مرتين في اليوم. بالنسبه لايفا سموكر مش هتبقى طبعا مرتين في اليوم، هتبقى مره كل اسبوع، لان البودره دي قويه جدا جدا، بتشيل بقايا الجير
اللي في الاسنان، بتشيل بقايا الطعام اللي انت مش شايفاه، بتشيل اصفرار مطرح القهوه ومطرح النسكافيه، بتعمل حاجات حلوه كتير كتير كتير. الحاجات دي هي اللي بتسبب لنا رائحه الفم الكريهه. الناس بتشرب سجاير طبعا، كل ده ايفا سموكر بتعالج الحاجات دي. بس مش هنستعمل البودر دوت غير مره كل اسبوع، لانه قوي جدا جدا على الاسنان. لكن اهم حاجه ان احنا نستعملها كل يوم 3 مرات هو معجون الاسنان. ده مهم جدا جدا جدا، لازم نحافظ على اسناننا زي ما بنحافظ على شعرنا وعلى بشرتنا وعلى جسمنا، لازم نحافظ على اسناننا. دي حاجه مهمه جدا جدا وبتسبب مشاكل كتيره جدا. في ناس بتنفصل عن بعضها بسبب موضوع رائحه الفم الكريهه، وفي ناس بتتكسف تروح للدكتور تقول له رائحه فمي كريهه، بتتكسف تروح. فانا يا جماعه عايزه اشيل منكم الاحراج دوت، وان احنا نهتم باسناننا. وده تحفه جدا برضو، ده بتحطيه في حبه في الغطا بتاعها كده، بتتمضمضي بيه لمده 10 دقائق. ده بتستعمليه كل يوم 2 مرات في اليوم، حلو جدا وامن وتحفه وقوي جدا. ورائحته هيكسيتول، اسمه هيكسيتول. رائحته بتقعد معاكي فتره طويله جدا جدا، والاسنان بتبقى ريحتها جميله جدا، وبيبقى عندك ثقه في نفسك. لو رحتي اي مكان بتبقى واثقه من نفسك، مش قلقانه، لان الموضوع ده بيأثر على الثقه جدا. في ناس بتبقى مكسوفه تتكلم، بتبقى خايفه ان هي اول ما تتكلم يعني اللي قدامها هيشم ريحه مش حلوه، فبتبقى مكسوفه، بتبقى ما عندهاش ثقه بنفسها. فالحاجات دي يا جماعه احنا لو واظبنا عليها مهمه جدا جدا جدا، وهتحل مشاكل كبيره قوي في حياتنا. واهم حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم، القرنفل ده مهم جدا، ده بيخلي ريحه الفم عطره جدا وجميل. بتاخدي حبتين بالليل قبل النوم، بتسيبيهم كده مع يعني بتدوبيهم، تحفه جدا جدا. والصبح برده بتاخدي حبتين اول ما تصحي من النوم. انت لو تبعتي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي بجد، يعني مشكله رائحه الفم الكريهه دي هتنتهي من حياتنا، وناس كتيره قوي 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 بتعاني من الموضوع دوت، هترتاح جدا من الموضوع دوت. وانا قلت اجيب الفيديو دوت واطلع لكم بيه النهارده علشان كلنا نستفيد بيه. ويا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد، وتبقى دي قناه استفاده يا جماعه، احنا كلنا هنستفاد، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. وباي باي.